25 سنة، تقول خرجت من بيت زوجي إلى بيت أهلي. كانت الحياة بسيطة في منطقة يعني أشبه ما تكون بالمناطق القرى. تقول وخرجت منصرفة من بيت زوجي إلى بيت أهلي، فإذا بي أمر من عند المسجد وكان الناس يصلون في سرحات المسجد، فسمعت الإمام يقرأ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان إيش في كبد. تقول فوقفت مع الآية، الله يقول في كبد يعني في عناء. تقول من أنا؟ أنا واحدة من هؤلاء البشر الذي خلقهم الله والحياة كلها كبد. الله يقول ولقد خلقنا الإنسان في كبد، جنس الإنسان مخلوق في كبد وفي تعب وفي هم طبيعي جدا. تقول فاستوقفتني هذه الآية وعدت إلى بيت زوجي ولا زلت أعيش معه. تدبرت آية واحدة، لو تدبرنا القرآن كله وفهمنا القرآن وعشنا بالقرآن وأصبحنا حقيقة أمة القرآن الكريم، والله ما نحتاج لا يتدخل معنا لا مجلس أمن ولا جمعيات حقوق إنسان ولا جمعيات تدافع عن أي حق، لأن القرآن هو الذي يصرفنا وهو منطلقنا وإليه نحتكم. آية في سورة القصص، أنا أجزم أنكم إن لم تكونوا تحفظونها فأنتم قطعا تقرؤونها. ولما ورد ماء مدين، من هو اللي ورد ماء مدين؟ موسى. وجد عليه أمة من الناس كثرة يسقون، ووجد من دونهم امرأتين. شوفوا القرآن الكريم، هو دخل مدين وشاف رجال طبيعي أن يكونوا متواجدين، اللي لفت نظره أنه وجد امرأتين عند هذا المكان. هي هذا معنى أن الفطرة تمنع وجود نساء قرب رجال، فلما نظر إلى هذا الموضع قال الله جل وعلا ما خطبكما، ما قال مساكم الله بالخير خدمات شيء، ما خطبكما. القرآن واضح، ما في زيادة. حتى أحيانا الاتصالات، وأنا أقول حتى البعض طلبة العلم ومن يستفتونه الناس، لا تكثر الكلام، نعم وعليكم السلام، الجواب كذا مع السلامة، انتهت القضية. أما التفاصيل والأخذ والعطاء، حتى الأطباء والمستشارين والباعة وغيرهم، لا تتجاوز ولا تتحدث مع المرأة أكثر من حاجتك للحديث. اسمعوا رد العفيفات، قالتا كلاهما، معقولة بيتكلمون كل الثنتين؟ معناته واحدة، لكن هذه صياغة أن واحدة عبرت عن الثانية. قالت أيضا اليوم تدخل سوق يتكلمون 10 عند واحد. قالت لا نسقي، لا نسقي يعني ما عمرنا سقينا، مو باليوم فقط، ما قالت لم نسقي يعني الآن، لا نسقي لا اليوم ولا قبل اليوم، ما ندخل مع الرجال، لا نسقي.
لهما، قام بالمهمة فزعة، ثم تولى إلى الظل. يا جماعة الخير تخيلوا موقف مثل هذا كم سيستغرق، ومع ذلك ما ذكر أن موسى عليه السلام تلفظ معهم أبد إلا ما خطبكما بس. ثم سقى له
السلامة ونصر المسلمين. اللهم إنا نسألك نصرا للمسلمين في كل مكان، اللهم إنا نسألك الأمن في هذه الدور وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الحرمين آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. الفيديو. لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة